هذا سؤال مهم، والصحبة لها تأثير على المصاحبة، ولهذا قال الأول عن المرء لا تسأل وسل عن قرين، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يعطيك تبرعا أو يبيع عليك أو تجد منه رائحة طيبة، وجليس السوء بنات الفكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فإياك وقرناء السوء، واحرص على قراء الصلاح والخير الذين يعينونك على البر والتقوى وينهونك عن الفحشاء والمنكر. وبإمكانك أن تختبر الأصحاب، إذا صحبتهم أسبوعا أو عشرة أيام عرفت من هو أهل للمصاحبة ومن ليس أهلا، فإياك إياك أن تصاحب من لا خير فيه، سواء كان ذلك في أفكارهم وعقائدهم أو في أخلاقهم أو في عباداتهم. أسأل الله أن يهيئ لنا ولكم قرناء صالحين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على